نعم يا شيخ عبد الله، هذا يقول يسأل عن مدة المسح على الخفين. مدة المسح على الخفين هي بالنسبة للحاضر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها. لكن ممكن تقول متى يكون المسح، يعني متى تكون، متى تبدأ المدة، متى تبدأ مدة المسح في الحضر والسفر. فالجواب على هذا أن المدة مجموعة من أهل العلم قالوا إنه من حين الحدث، من حين الحدث يعني أن يتصف بحدث أصغر أو أكبر، وهو وعليه خفيه. فعلكم فهذا رأي، ورأي آخر وقد أخذ به مجموعة من المحققين على أنه لا يبدأ إلا من أول مسح. فأول مسح على الخفين بعد لبسهما على طهارة تبدأ المدة يوم وليلة للمقيم و3 أيام